اكسكلوسيف حصريا هنتفرج مع بعض ساعة ما بيعملوا الشو بتاع الفرنش ناشونال تيم كوب دي موند لا باتيسري. شغل الفريق الفرنسي في كاس العالم الحلواني احدث حاجة، وشايفين الفخامة بتاعت الترابيزة والتنسيق، شغل السكر، شغل الشوكولات، ازاي الكومبينيشن مع بعض. حصريا فيديو من المسابقة، مش عايز اقول لك مش مع حد خالص الا للمتابعين الجمال بتوعنا. بص الديتيلز انا مصوره بالراحة وبكل تفصيل عشان اخواتنا اللي هم عاوزين يتعلموا ويشوفوا ما توصل ليه احدث حاجة في الحلواني. شايفين الرقة في الالوان، الكومبينيشن، تفصيلة الشو بيس نفسه، كل حاجة بالتفصيل الممل. هنلف مع بعض في الشو وهنشوفه بأجمل وأحسن طريقة. تابع الفيديو للنهاية هتشوف كل حاجة، واكتبوا لنا في التعليقات لو انت عاوز نعملك الكيكة ديت. انا مصورهم هم بيعملوها والريسيبي وكل شيء بالتفصيل، كل مقادير كاس العالم الحلواني. قولوا لي عاوزين ايه، اكتبوا لنا في التعليقات وان شاء الله نعمل لكم فيديو في كل حاجة انتوا عايزين تتعلموها فيه. شايفين الماتور بتاع الشوكولاتة او الايس كريم كيك، حاجة في منتهى الجمال. شو كامل فخم جدا، انا مش هطول عليكم، اسيبكم انتوا تكملوا بقى وتخيلوا وشوفوا اللي يعجبكم ايه، وعاوزين تستفسروا اي حاجة اكتبوا لنا في التعليقات تحت امركم. شغل الباستياج في منتهى الرقة والجمال، ماشيين الباستياج مع السكر مع كل حاجة فيها رقة فوق ما تتخيلوا. لو عايزين الشوبيس تفصيلا بتاع اليابان اكتبوا لنا اي حاجة، اكتبوها لنا في التعليقات وان شاء الله نعمل لك فيديو حصريا كل حاجة عن كاس العالم الحلواني. شايفين شغل الشوكولاتة، من الرول السنة دي ان الشو الشوكولاتة لا يتعدى 18 كيلو، يعني هم مصرفين 18 كيلو شوكولاتة بس عشان تعمل الشو بتاعك. نبيل مريدي اللي ناحية القعدة دي ولد في منتهى الجمال، من اصل مغربي بس فنان ما شاء الله عليه. ده جوردي روكا احسن شيف حلواني في اسبانيا، واخد احسن شيف في حلواني في العالم سنة 2017. هو شغال في الشوبيس صراحة في منتهى الجمال، كنت متابع شغله مبهر بيه، ان كل الحاجات دي عملها في الوقت المسابقه بس، يعني مفيش حاجه جايه جاهزه، مفيش حاجه يعني جايبها معاه، كله اتعمل الشوكولاته سايحه واشتغل الشغل ده كله، بس طبعا واخد تدريب كتير ومعلم.